هلا اذا بنطلع على سبيد تورك كيرف تبع الفيربل فولتج درايف سبيد تورك كيرف هذا طبعا عندي هون سبيد ان ام ار بي ام وهذا عندي هون تورك مثلا نيوتن السينكرونس سبيد ما راح تتغير لانه اف راح تضلها مساويه للسبلاي فريكونسي اللي هي 50 هرتز او 60 هرتز الاصليه اللي بتغير عندي هو الار ام اس فولتج اللي بتغير عندي هون فلما بغير الار ام اس فولتج بتغير التورك وطبعا التورك بتناسب مع مربع الار ام اس فاذا نزلت الار ام اس فولتج للنص بنزل التورك للربع واذا نزلته لوامب واحد على جذر التنين بنزل للنص النص فالتورك مثلا راح ينزل للنص يعني لو هاي اعتبرنا انه هاي المسافه هي نص هاي المسافه راح يكون عندي هون في بيساوي واحد على جذر التنين في لود بيساوي واحد على جذر التنين مثلا في سورس اوكي وهذه راح تكون اذا كان هاي الربع مثلا من هون اذا هاي 25% وهاي 50% تور راح تكون هذه على 1 على 2 وهكذا فهون نزلنا الفولتج بمربع هلا المشكله الاساسيه بهذا السيستم انه عندي التور بضعف والريجيليشن بصير صعب جدا فلو جينا طلعنا مثلا اخذنا نفس هذول الكيرفز لاحظوا هذا الكيرف بس عماله بنضرب بالفاكتور تبع التور لو جينا الان افترضنا عندي لود كونستنت تورك وفي ميلان مثلا هيك راح نيجي نلاقي انه هي انا بقدر اتحكم بالسرعه الى حد معين هي عندي هاي السرعه على هذا الفولتج في 1 هي في 2 هي في 3 وهي في 4 بقدر تنزل السرعه معي لهون تنزل السرعه معي لهون لكن تقريبا عند النقطه هاي صار انا ليميتد ريستريكتد بالتغيير بالسرعه مضبوط لانه راح يصير في عندي هلا كيرف جديد راح يعطيني المينيمم بوسيبل سبيد اللي هو سموير هون خلص هذه هون صارت المينيمم بوسيبل سبيد ما بقدر انزل عن هاي بهذا اللود ما بقدر اتحكم فيه فالسبيد رينج اللي بقدر اتحكم فيه محدود فيري ريستريكتد اذا هاي احد المشاكل الثانيه ريستريكتد سبيد رينج ما بقدر اغير يعني هون يمكن ما اقدرش اغيره مثلا على هذا اللود طبعا اذا نزلت اللود ممكن انزله سرعات اقل بس على هذا اللود انا بقدرش اتحكم اقل من يمكن مثلا ثلثين السرعه دكتور نعم في ال V2 مش بكون في عند النقطه اللي على الشمال بكون انستيبل اي نقطه اللي انستيبل V2 اللي على الشمال بكون الكيرف طبعا طبعا هاي النقطه بكون انستيبل احنا اصلا ما راح نقدر نشتغل هون على اي حال هو انستيبل بس بوصل لهي تمام راح يصير انستيبل فيها راح يصير انستيبل لو كان عند النقطه هاي راح يصير انستيبل يعني احنا نقول بشكل عام لو كان انت عندك هاي سبيد تورك كيرف ونفترض انه انت اجيت مثلا حطيت اللود اللود كان هيك هاي النقطة ستيبل هاي النقطة انستيبل بس بيوصل الستيبل اذا شغلناها على هذا الموتور على هذا الكيرف طيب ماشي سؤالك كويس انت بتقول لو نزل عند النقطة هاي راح يرد يرجع منها مش راح يستقر عليها يعني شو راح يصير ماشي كويس سؤالك انت بتقول لو انا تركته هلا واجى بده يوقف مش هيك ونزل عند النقطة هاي مثلا ووصل عند النقطة هاي فرضا مش هيك قصدك من هون او بالبداية يعني بلشنا اول من البداية يعني بمر فيها من البداية اذا بلشنا صح ما راح تكون نقطة مستقرة هاي المشكلة كل النقاط هاي ما راح تكون مستقرة هلا هو راح يصير او راح يصير يعمل فلكتشويشن ما بين السرعتين بس هي يعني اتس فيري باد كنترول استراتيجي ما يعني ما نقدر نتحكم فيها لذلك هلا ما بتلاقي اي سيستم تحكم فيه مستخدم فيه فيربل فولتج راح يكون الكنترول فيري فيري بور كنترول فهون عندي السبيد رينج اللي بتحكم فيه هو هذا بس ما بقدرش انزله سرعة اقل في حين لو عندي فيربل فريكونسي بقدر انزل ولاحظوا هون السينكرون سبيد ما تغير فهذا هون عندي سبيد رينج بنرجع مره ثانيه بنقول هو يستخدم عاده بس اونلي يوز كسوفت ستارتر بستخدمه عاده بنستعمله بس كسوفت ستارتر ريستريكتد سبيد رينج عندنا الهاي فيري هاي ان هارمونكس اوكي اذا هذه بالنسبه للتحكم فيه عن طريق طبعا احنا الرسمه اللي رسمناها هون لسنجل فيز موتور هلا راح نشوف لو كان عندي 3 فيز